السيدة والسادة، نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية ومن النيل للأخبار. وفي البداية مرحبا شيرين. مرحبا محمد. البداية مشاهدين الكرام بالعناوين. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 5 أكتوبر وبدء التصويت بالداخل في 10 ديسمبر لثلاثة أيام. وخلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار، الرئيس السيسي يطالب بمزيد من التمويل منخفض التكلفة للدول الناشئة. النيابة العامة الليبية تصدر أمرا بتوقيف 8 مسؤولين بعد وفاة الآلاف جراء الفيضانات والسيول في درنا. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. البنك المركزي يحصد جائزتين عالميتين في مجال الشمول المالي. إلى التفاصيل لكم التحية. دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني التفصيلي لإجراء الانتخابات الرئاسية ومواعيدها. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة أعلن تحديد أيام 1، 2، و3 من ديسمبر المقبل كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في 10، 11، و12 من ذات الشهر. أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم القرار رقم 3 لسنة 2023 ومنطوقه على النحو التالي. بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته صباح اليوم، المادة الأولى: الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد المبينة بهذا القرار. المادة الثانية: تجرى عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقا للمواعيد الآتية: خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد 1، 2، و3 من شهر ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، و12 من شهر ديسمبر. وفي حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، و7 من شهر يناير 2024، داخل جمهورية مصر العربية أيام 2، 3، و4 8، 9، و10 من شهر يناير 2024. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية وعلى الجهات المعنية تنفيذه. We'll be right back.
واصل مع حضراتكم تقديم نشرة الأخبار. كما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أعلن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بإشراف قضائي كامل من خلال قاضي لكل صندوق، مؤكدا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين. متابع. كما تعد الهيئة أبناء أمتنا الأعزاء بأن يخرج المشهد الانتخابي بالصورة التي تعكس قدر مصر ومكانتها، وأن يشهد الجميع بنزاهته وحيدته وفق أعلى وأدق المعايير الدولية، وأن نحتكم في إدارته لضمير القاضي، وأن نقف فيه على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون انحياز أو تمييز. وكما نعلم ونفخر جميعا فإن هذه الانتخابات ستجرى كسابقتها تحت إشراف قضائي كامل، أي سيخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع، كما سيسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بالمتابعة طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة. وللمزيد من المتابع انضم إلينا السيد أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، من خلال متابعة حضرتك لهذا المؤتمر الذي انعقد اليوم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، كيف ترى هذه الخطوات من قبل الهيئة في تدشين ماراثون الانتخابات الرئاسية القادمة؟ وطبعا هذا المؤتمر استكمال للمؤتمر السابق اللي حدد فيه ضمانات مهمة جدا للعملية الانتخابية لضمان أكبر قدر من الحيادية والنزاهة فيما يتعلق بعملية الانتخاب منذ بداية التقدم للانتخابات من المترشحين وصولا لإعلان النتائج واحتمالات الإعادة والطعون وصف قضايا كامل ليس فقط على الصناديق لكن أيضا من القضاء والفيصل والحكم فيما يتعلق بمطالب أو طعون المرشحين، من يقبل ومن يرفض، ومن كل شخص وكل مرحلة له الحق في التقاضي من خلالها للوصول إلى الموقف القانوني. وبناء عليه فإحنا بنرى أنه هذه الضمانات تشجع على مرشحين أكثر، تشجع على الشراكة والاشتراك للجادين، مثلما كان الحقيقة الحوار الوطني اللي تمت الإشارة إليه أكثر من مرة انه لعب دور مهم في تقسيم افكار وفيما يتعلق بمطالب الاشراف القضائي الكامل اللي كان مفترض ينتهي في بدايه العام وتم مده في الانتخابات والاستفتاءات القادمه. اعتقد انه مش بس الانتخابات الرئاسيه اللي تمثل مرحله مهمه فيما يتعلق بالجمهوريه الجديده وغيره، لكن كمان بتمثل اهميه لتصورات للانتخابات القادمه في المحليات او في مجالس النواب او مجلس الشيوخ بالشكل اللي يوسع الشراكه، يعني الاشاره لفكره الحوار الوطني انه وضع اسس كثيره اصبح فيه الدوله النهارده في لياقه تستطيع ان تستوعب الكثير من الاختلافات والتنوع السياسي بين التيارات المختلفه وقبول التيارات المختلفه لبعضها ولغيرها بالشكل اللي يقدر يصنع حاله سياسيه مهمه من المشاركه. وانتخابات الرئاسية مقدمة لهذا الأمر، أعتقد أنه ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بيضع كمان ضمانات المتابعة المحلية والخارجية مع استكمال والحصول على استكمال الشروط في شروط الترشح وما يمكن أن يحصل عليه أو يقدمه يحصل عليه المترشح من توقيعات أو من توقعات مجلس النواب أعضاء مجلس النواب أو توكيلات من الشهر العقاري تبدأ من الآن من 5 أكتوبر وتحديد المواقيت شيء دقيق ويعطي فرص مختلفة لإدارة العملية. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. We'll be right back.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة أنفقت مبالغ طائلة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة الهائلة في البنية التحتية في مصر في مدى زمني قصير، وذلك بهدف الوصول لبنية أساسية متطورة تدعم عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها. بالفعل جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ. كما أكد رئيس السيسي حرص الدولة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، حيث تم ترجمة ذلك إلى حزمة من الإجراءات على أرض الواقع. تجمع دولي جديد على أرض مصر، هذه المرة مع اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتي جاءت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أثنى على دور البنك كمؤسسة تمويلية كبرى تمول المشروعات في أكثر من 35 دولة على مستوى العالم، مؤكدا الحاجة لمزيد من هذا التمويل منخفض الفائدة، بخاصة في ظل التحديات الدولية ما بين اقتصادية وسياسية، إضافة تداعيات جائحة كورونا وما بعدها، والذي فرض واقعا عالميا جديدا. أكثر من 44 مليار دولار ل 35 دولة ل 232 مشروع، ده أمر رائع وعظيم، ولكن يعني اسمحوا لي أنا بسجل هنا أن هذا الأمر محتاج لمزيد مزيد مزيد من التمويل منخفض التكلفة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مرت على العالم خلال كوفيد 19 سنتين، وأيضا الأزمة أو تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. يعني عايز أقول إن في الظروف الاقتصادية الصعبة ديت اللي بتمر بالعالم كله، يمكن تكون مؤسسة التمويل متعددة الأطراف يعني محتاجة تضخ المزيد من التمويل منخفض التكلفة حتى تساعد الدول اللي هي الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة في ظل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها. ورغم هذه التحديات وعلى مدار سنوات ثمانية حرصت مصر على سد فجوتها الهائلة في مجال البنى التحتية والأساسية كتجربة مميزة عرضها الرئيس السيسي أمام الجمع الدولي، والتي أهلت مصر لتكون دولة ذات بنية أساسية جاذبة استثماريا وقادرة اقتصاديا. تجربتنا ان احنا انفقنا اموال هائلة لبناء بنية أساسية متطورة للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جدا من التنمية في المجالات المختلفة. كان مسارنا إن احنا قلنا كدولة هي اللي تقوم بهذا الأمر وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب، وده احنا مش بنتكلم على مليارات، احنا بنتكلم على تريليونات من الدولارات والجنيهات تم إنفاقها خلال الثمان سنوات لبناء هذه البنية الأساسية اللي احنا نقدر نتكلم او نقول بمنتهى التواضع دلوقتي انها بقت متطورة قادرة كافية للانطلاق لمستقبل افضل اقتصاديا. 5000 شركة قطاع خاص عملت في مشروعات الدولة بترجمة لرغبة حقيقية منها وحرص على قيادة القطاع الخاص لركب التنمية، وهو ما ظهر جليا في عديد الإجراءات التي اتخذتها الدولة. كل الاستثناءات اللي كانت بتتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه، كل الكلام ده تم إلغاؤه تماما حتى نعطي العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع. النقطة الثانية، تم إطلاق أكثر من 22 قرار أو إجراء الهدف منه تحفيز تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية. النقطة الثالثة اللي أنا عايز أقولها إن إحنا أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية عندنا يقرب من 140-150 مشروع، قلنا إن إحنا هنعطيهم حوافز تصل إلى إعفاء ضريبي من 5 إلى 10 سنة للشركات اللي هي مستعدة تعمل معانا في هذه المشاريع اللي احنا مدينها أولوية. مشاريع عدة أعطتها الدولة الأولوية، ولا زالت مشاريع لاقت الإشادة من قبل مسؤولي البنك الآسيوي، والتي رأوا فيها الامتداد لعظمة التاريخ والحضارة المصرية الفريدة منذ عهد أهرامات الجيزة العملاقة وصولا لقناة السويس الجديدة.
هذه المشروعات التي يتم تقديمها في الوقت الحالي بدعم شديد من فخامة الرئيس، والذي يشكل في الحقيقة التأثير التحويلي لمشاريع البنية التحتية جيدة التخطيط والتنفيذ. وأود أن أقول أن التأثير التنموي لهذا المشروع وغيره من المشروعات استثمارات البنية التحتية المصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة واضحة وجلية. ولهذا جاء التأكيد من وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الأسيوي عن مزيد من التطلع للتعاون مع البنك في مجالات عدة. نتطلع دائما إلى زيادة وتعميق أوجه التعاون بين مصر والبنك في مختلف القطاعات، ولعل أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخاصة بالبنك عن طريق توسيع دائرة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وزيادة تركيز التمويل على مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحول ضد التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروع تغطي العديد من القطاعات، أهمها قطاع البنية التحتية الخضراء والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا بقيمة 44 مليار دولار في 35 دولة من دول العالم. في أوقات الأزمات، إما التحرك أو الثبات، اختارت مصر خيارها الأول دائما، وهو التحرك صوب البناء والتنمية، وحلقت ببنى تحتية أضحت قوية وقادرة على جذب فرص الاستثمار التي تؤهلها لاستشراف مستقبل واعد اقتصاديا ودوليا. سارة متولي، التلفزيون المصري. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الآسيوي للاستثمار، خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية. بالفعل جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لجين لي تشو رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ السيد جين لي تشون رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك المنعقدة في مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أكد تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الأسيوي، خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية، وهو ما انعكس في استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماعات مجلس المحافظين للبنك، معربا عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك، خاصة في مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، موجها الشكر لمصر على الاستضافة الناجحة لاجتماعات مجلس محافظي البنك والتي تتم للمرة الأولى في أفريقيا، مؤكدا اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيدا بالتجربة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ومن ثم حرص البنك الأسيوي على مواصلة تعزيز المحفظة الاستثمارية في مصر، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة الجهود الجارية لإصلاح منظومة التمويل الدولية ودور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445. تقدم فيها بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الجليلة والتي كانت مولدا للهادي الأمين، داعيا أن يعيد هذه الذكرى العاطرة على الرئيس السيسي وعلى الشعب المصري العظيم وجميع الشعوب الإسلامية بالخير واليمن والبركات. بعث المستشار عبد الوهاب الرازق رئيس مجلس الشيوخ أيضا ببرقية تهنئة للسيد الرئيس بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيا أن يعيد الله هذه المناسبة العاطرة على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية وعلى مصر وجميع شعوب العربية والإسلامية بالأمن والرخاء والتقدم والاستقرار. كما هنأ رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم والرخاء وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والاستقرار. وأضاف مدبولي أننا نستقبل هذه المناسبة الجليلة بكل مشاعر البهجة ونأخذ من صاحبها الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والدعوة إلى الأمن والسلام والخير. كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي. وأعرب وزير الداخلية في برقيته عن أصدق التهاني للرئيس السيسي بهذه المناسبة مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأكد أن هذه المناسبة الكريمة تأتي كل عام بمشاعر الفخر والاعتزاز بسيرة صاحبها، وهو من رسخ دولة الحق على قيم التسامح والإيثار، وسعى صلى الله عليه وسلم أن تصبح منارة تنطلق منها مبادئ العدالة والمساواة للدنيا بأسرها. كما بعث رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ببرقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وأعرب رئيس مجلس الوزراء في برقيته عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار. متواصلون مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع. قصف روسي على ميناء أوديسا الأوكراني وكييف تعلن تسلم أولى دبابات أبرامز الأمريكية. الولايات المتحدة تعلن أنها ستدرس الخطوات المقبلة بعد إعلان فرنسا الانسحاب من النيجر. أصدر
أكثر النائب العام الليبي اليوم أمرا بتوقيف 8 مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف شرق البلاد. وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي أن هؤلاء المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود. وكانت النيابة العامة الليبية قد أعلنت في وقت سابق أن التحقيقات أشارت إلى أن التشققات ظهرت منذ عام 98 في السدود المنهارة في مدينة درنة جراء الفيضانات المترتبة على الإعصار دانيال قبل أسبوعين. في غضون ذلك، قال الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، قال إن المنظمة الدولية ستواصل حشد الجهود من أجل إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة الحياة إلى طبيعتها. جاء ذلك خلال زيارة باتيلي للعائلات النازحة في منطقة سيدي خليفة شرق بني غازي، والتي اتخذت منها عدة عائلات مأوى مؤقتا بعد أن جردتهم الفيضانات الجارفة من كل ما يملكون في درنة. أعلن رئيس الأوكراني زيلينسكي تسلم بلاده دبابات إبرامز الأمريكية لتعزيز قدرات الجيش في الهجوم المضاد على روسيا. قال زيلينسكي إن وزير الدفاع يجهز لضم الدبابات لقوات الجيش. يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد الرئيس الأمريكي بايدن على تسليم كييف للدبابات، وذلك خلال زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض. وكانت تهدف هذه الزيارة للبحث عن دعم عسكري خارجي يعزز العمليات الأوكرانية المضادة لروسيا. جدير بالذكر أن واشنطن وعدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة من طراز إبرامز مزودة بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب عيار 120 مليمتر المضادة للدروع. يأتي هذا بينما أعلنت أوكرانيا تعرض ميناء أوديسا جنوبي البلاد لهجوم روسي بالمسيرات والصواريخ، خلف وراءه أضرارا جسيمة في المباني والبنية التحتية. وقال الجيش الأوكراني إن الهجوم تم بواسطة 19 طائرة مسيرة و11 صاروخا استهدف عدة مواقع في أوديسا. في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق شبه جزيرة القرم. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن ستقيم خطواتها المستقبلية بشأن أزمة النيجر، وذلك بعد أعلنت فرنسا سحب السفير والقوات من نيام. وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد أعلن إنهاء تعاون بلاده العسكري مع النيجر وسحب قواتها من هناك وإعادة السفير من نيامي. وأوضح ماكرون أنه من المقرر أن يغادر الجنود الفرنسيين النيجر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن يكون الانسحاب بالكامل بحلول نهاية العام الجاري وبطريقة منظمة. وأكد ماكرون أن السفير الفرنسي سيعود إلى باريس في الساعات المقبلة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها النيجر. قتل 14 شخصا في هجوم نفذه مسلحون على 5 مركبات في ولاية زامافارا بشمال غربي نيجيريا. وقد أفاد مصدر في الشرطة النيجيرية بأن المسلحين نصبوا كمينا لقافلة المركبات تحت حراسة عسكرية، بينما قال أحد الشهود بأن المهاجمين أضرموا النيران في 5 مركبات واستولوا على شاحنة. نظمت وزارة الداخلية المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية للعام الثاني، وذلك بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب. المؤتمر تناول سبل تفعيل العمل الإنساني في العمل الأمني وتبادل الخبرات في هذا المجال. نتابع. للعام الثاني على التوالي استضافت مصر المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية بمشاركة عربية موسعة،
وسبقه ورشة عمل حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية، والتي شهدت تأكيدا على أهمية تفعيل دور أجهزة الشرطة في تقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمتأثرين بالتفكك الأسري وصقل مهارات الكوادر الشرطية للتعامل مع هذه القضايا باحترافية مع تكثيف البرامج التوعوية. احنا نشيد كل التجارب، خاصة التجربة المصرية، في تطوير كثير من المبادرات التي حرصت عليها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تقدم إلى مصر بخالص الشكر والتقدير على تشريفنا بأن تستضيفنا للمرة الثانية وعلى التوالي في هذا المؤتمر، وهي أيضا ينم على الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لحقوق الإنسان، وهناك اهتمام كبير في تطوير هذه الحقوق. أتوجه في الشكر الجزير إلى مقام وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية، وعلى كل من ساهم في إعداد وتنظيم ورشة اليوم اللي هي عن الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية. موضوع يقع في صميم انشغالات الأجهزة الأمنية، ومن هنا يزداد اهتمام الأجهزة الأمنية بالوقوف على أسباب التفكك الأسري وتداعياته الأمنية ومواجهة الأثار المترتبة عليه. المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، استعرض التجارب الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومنها التجربة المصرية التي لاقت إشادة كبيرة من الوفود المشاركة لمراعاتها الأبعاد الإنسانية في الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين والمبادرات الإنسانية ومنظومة الإصلاح والتأهيل، كما أشاد الحضور بتنظيم المؤتمر. طرفين اتفقوا أنهم يلتقوا بصفة دورية لمناقشة التحديات وتلمس السبل للتقدم إلى الأمام بمنظومة حقوق الإنسان في العالم العربي. هذا المؤتمر هو حلقة جديدة في إطار تعاون من أجل تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة في الجانبين، جانب المكلفين بإنفاذ القانون وزارة الداخلية وبقية المتدخلين من مؤسسات تعمل في مجال حقوق الإنسان. أشكر وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية على حسن الاستقبال وحسن التنظيم، ونتأمل أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تكون فائدة للدول وتعمم على جميع الدول للاستفادة منها في عملها الأمني. الفعاليات تضمنت عقد مؤتمر مشترك لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية للوصول إلى استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني. طبعاً احنا بنعرف أنه مسألة حقوق الإنسان هي بحاجة لتضافر كل الجهود، إن كان على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، والشبكة العربية بالتعاون مع وزراء الداخلية العرب عم بتحاول مشكورة أن تقوم بهالدور على أتم وجه. أنا تنشوف فيه هو ورش مهم جدا، خاصة وأن إصلاح المجتمع هو يبتدئ من سلامة الأسرة. بالتأكيد نقل الخبرات والتجارب الدول المختلفة في هذا الجانب ستعود بالنفع على الجميع، سنستفيد من تلك الخبرات في تعميمها على مكاتبنا في حقوق الإنسان في وزارة الداخلية. على هامش المؤتمر نظمت زيارة للوفود المشاركة فيه لمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، حيث طلعت الوفود على مكونات المركز الصحية والتأهيلية والإصلاحية وسط إشادة كبيرة بهذه التجربة ورغبة في الاستفادة منها. يعني شفنا الإصلاح والتأهيل الحقيقي لما تتوفر الإمكانيات هذه بالمباني هذه، ففعلا النتيجة راح تصير جبارة. هذا اللي راح إن شاء الله ننقل صورته لدولة الكويت. وهذه تجربة نقول يعني بكل وضوح أنها تستحق الأخذ بها وتعميمها على مستوى الوطن العربي. انبهرنا بالإمكانيات والتقسيمات اللي موجودة جوا المركز، نتأمل في المستقبل أن يتم مشاطرة هذا التجربة مع باقي الدول العربية
ليكون كاسترشاد نموذجي لباقي الدول. وأنا أرى أن هذا الصرح يعتذى به على مستوى العالم لكي نوصل رسائلنا لجميع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية للتواصل مع حكومات دولهم لعمل مركز إصلاح وتأهيل على هذا المستوى الرائع. منتجات النزلاء هي منتجات أول شيء هي يعني لمسنا فيها جودة عالية، لمسنا فيها تنوع، والأجمل من ذلك أنه النزلاء اللي سألناهم جميعهم هذه المهن تلقوها داخل المركز، فبالتالي هذا أيضا يعني يحسب لمسألة إعادة التأهيل. انعقاد المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية جاء تأكيداً على الريادة المصرية في تطبيق المفهوم الإنساني في العمل الأمني، وفرصة لتبادل الخبرات الوطنية في هذا المجال تفعيلاً للعمل الأمني العربي المشترك. تقوم وزارة الداخلية بتطبيق المنظومة العقابية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويسهم في تأهيل وإصلاح النزلاء ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع بعد قضائهم فترة العقوبة. من مركز الإصلاح والتأهيل، العاشر من رمضان، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. الوقفة القادمة مشاهدينا الكرام مع أخبار المال والأعمال وزميلي محمود يوسف. أخبار المال والأعمال لنشر الثامنة، أهلا بكم. أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة. وأشارت الوزارة خلال بيان إلى أن هذه المناطق تتضمن 10 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتان بالصحراء الشرقية وسبع مناطق بخليج السويس وأربع مناطق بالبحر الأحمر. ومن المقرر أن تمتد فترة تلقي العروض والاستفسارات حول المزايدة المطروحة حتى 25 من فبراير القادم. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن ما شهدته شركة السويس لتصنيع البترول من أعمال تطوير خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية في صناعة التكرير، انعكست على تحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات وزيادة كميات الإنتاج. جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023، حيث استعرض رئيس الشركة أهم مؤشرات الأداء، لافتا إلى ارتفاع إنتاج مصفات تكرير شركة السويس لتصنيع البترول إلى حوالي 2.2 مليون طن خلال العام المالي 2022-2023. فاز البنك المركزي بجائزتين دوليتين لمساهماته الفعالة في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، حيث فاز البنك بجائزتي الشمول المالي للشباب والقيادة الفنية في المنطقة العربية، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي سنويا. جاء ذلك خلال مشاركة وفد من البنك المركزي في فعاليات المؤتمر السنوي 13 للتحالف الدولي للشمول المالي في الفلبين خلال سبتمبر الجاري. غلبت موجة من الارتفاعات على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات ثاني جلسات الأسبوع، وسط اتجاه شرائي للمؤسسات العربية والأجنبية قابله اتجاه بيعي للمتعاملين الأفراد المصريين والعرب. صعد المؤشر الرئيسي EGX 30 بنحو 9% مقتربا من حاجز 20400 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر EGX 100 EWI الأوسع نطاقا بنحو 1%، في حين تراجع مؤشر EGX 70 EWI بنحو 4%. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصلحي أن الطاقة التخزينية للقمح بعد الانتهاء من الصوامع الحقلية ستصل إلى 5 ملايين طن. وأشار مصلحي خلال افتتاحه لصومعة حقلية بالشرقية أن الصوامع الحقلية ستساهم في اختصار الوقت وتوفير تكاليف النقل على المواردين. هو إنجاز آخر أضيف على الأرض لزيادة الطاقة التخزينية للقمح، فبدخول تلك الصومعة إلى الخدمة يضاف أكثر من 600,000 طن طاقة تخزينية. بنزود نقط الاستقبال بالذات في مناطق الإنتاج اللي فيها إنتاج كثيف، ويمكن محافظة الشرقية أكبر محافظة زي ما قلت لحضرتك إنها أكبر محافظة منتجة للقمح، بقلل الكثافة على الصوامع الرئيسية. فطبقا لما هو مخطط فإنه جاري إنشاء 60 صومعة جديدة من تلك الصوامع الحقلية لتضاف إلى 50 صومعة تم إنشاؤها من قبل
بعد توقيعات القيادة السياسية. الصوامع الحقلية تم إنشائها بغرض تكون مراكز تجميع مميكنة يتم استقبال فيها القمح من المنتج الفلاح الصغير إلى الصومعة على طول مباشرة لتقليل الفاقد بنسبة 20% وأكثر. كل ذلك جاء للوصول إلى نسب الفاقد من القمح إلى الصفر وتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه كانت تضيع سنوياً بسبب تخزين القمح في الشون الترابية. معظم المناطق الرئيسية اللي كانت فيها شون رئيسية هي دي المواقع الحقيقية للصوامع الحقلية، وبالتالي بقى عندنا خط احتياط استراتيجي اللي هي الصوامع الكبيرة اللي بقول لك 300,000 طن و120,000 طن و100,000 طن، وعندي صوامع إقليمية اللي هي 30 و60 وممكن تبقى 90,000 طن، وثم عندي الصوامع الحقلية. شبكة الصوامع لو شفتوها على الخريطة هتجدوا انه مفيش نقطة في جمهورية مصر العربية سواء انتاج او استهلاك ما فيهاش الصوامع، ومن ثم هنصل لحوالي 4.8 مليون طن ساعات تخزينية في الصوامع يقضونا اكتر من 6.5 شهور كما وجه فخامة الرئيس ان احنا يبقى عندنا احتياطي استراتيجي 6 شهور. وبحسب القائمين على الامر فان تكلفة انشاء الصوامع جاءت بتوفير نسب الفاقد. من رأسية الى حقلية لا يختلف الحال كثيرا بالنسبة للصوامع، ولكن الاختلاف في السعة التخزينية بالنسبة لكل منهم، ولكنها في النهاية انجازات تمت على الارض كغيرها من الانجازات الاخرى التي تمت في السنوات الاخيرة. فهنا إنجاز آخر تم على أرض محافظة الشرقية، فالإضافة الجديدة بها هو هذا المركز الذي يؤدي جميع الخدمات التموينية للمواطن. يعني تقريبا فوق 387 مركز تم تطويرهم، واللي فاضل أعداد قليلة، يمكن على آخر السنة المالية اللي هي موجودة دي مش هيبقى في مركز خدمة، مش مكتب تموين. أيوة. مكتب التموين حاجة ومركز الخدمة حاجة، ما هيبقاش في مركز خدمة موجود غير مميكن. وما بين هذا وذاك يظل العمل مستمر في كل مكان لتوفير حياة كريمة للمواطن. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية. ومشاهدينا الكرام، الوقفة القادمة مع أخبار الأحوال الجوية والطقس وزميلتي رشا عبد الرحمن. أهلا بكم من جديد. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى استقرار في الأحوال الجوية. وعن التوقعات المنتظرة للثلاثة أيام القادمة نبدأها من العاصمة القاهرة، ونبدأ بيوم الثلاثاء 24-35، الأربعاء 24-35، وأخيرا الخميس 25-35. ونتحول إلى مدينة شرم الشيخ، ونبدأ أيضا من الثلاثاء 29-39، الأربعاء 28-39، الخميس 28-39، وأخيرا مدينة الأقصر الثلاثاء 26-42، الأربعاء 26-43، أخيرا الخميس 27-44. والآن نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة بمختلف محافظات الجمهورية، ونبدأ أيضا من العاصمة القاهرة 24-35، الإسكندرية 23-32، دمياط 25-32، بورسعيد 24-33، العريش 24-33، رفح 25-32، الإسماعيلية 23-36، السويس 23-35، مطروح 22-30، وادي النطرون 23-36، المنصورة 24-35، طنطا 24-34. ومشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذه النشرة، وتذكرة بأبرز عناوينها. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 5 أكتوبر وبدء التصويت بالداخل في 10 ديسمبر لثلاثة أيام. خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار، الرئيس السيسي يطالب بالمزيد من التمويل منخفض التكلفة للدول الناشئة.
والنيابة العامة الليبية تصدر أمرا بتوقيف 8 مسؤولين بعد وفاة الآلاف جراء الفيضانات والسيول في درنا. ويمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر الموقع الإلكتروني masbiru.eg. السيدات والسادة، نشرة ثمينة عرضنا لها من الفضائية المصرية ومن النيل الأخبار. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. في أمان الله.